الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الخامس عشر في الغصب، وفيه مسألتان. المسألة الأولى تعريفه وحكمه. تعريفه: الغصب لغة أخذ الشيء ظلما، وشرعا الاستيلاء على حق الغير ظلما وعدوانا بغير حق. حكمه: وهو محرم بإجماع المسلمين، لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فعلى كل من عنده مظلمة لأخيه أن يتوب إلى الله. فعلى كل من عنده مظلمة لأخيه أن يتوب إلى الله ويتحلل من أخيه ويطلب منه العفو في الدنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. المسألة الثانية في الأحكام المتعلقة بالغصب. رقم واحد: يجب على الغاصب رد المغصوب بحاله، وإن أتلفه رد بدلا منه. اثنان: يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته، سواء كانت منفصلة أو متصلة. ثلاثة: الغاصب إذا تصرف في المغصوب ببناء أو غرس أمر بقلعه إذا طالبه المالك بذلك. المغصوب إذا تغير أو قل أو رخص ضمن الغاصب النقص. الاغتصاب قد يكون بالخصومة والأيمان الفاجرة أو رخص. المغصوب إذا تغير أو قل أو رخص ضمن الغاصب النقص. الاغتصاب قد يكون بالخصومة والأيمان الفاجرة. جميع تصرفات الغاصب باطلة إذ لم يأذن به المالك. الباب السادس عشر في الصلح، وفيه مسائل. الباب السادس عشر في الصلح، وفيه مسائل. المسألة الأولى معناه وأدلة مشروعيته. معناه الصلح في اللغة التوفيق، أي قطع المنازعة. وفي الشرع هو العقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين. أدلة مشروعيته: وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: والصلح خير، وقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالإصلاح بين الناس، وقد أجمعت الأمة على مشروعية الصلح بين الناس بقصد رضا الله ثم رضا المتخاصمين. فدل على مشروعية الصلح الكتاب والسنة والإجماع. المسألة الثانية في أنواع الصلح العامة. الصلح بين الناس على أنواع: الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما، قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أو خافت إعراضه، أي ترفعه عنها وعدم رغبته فيها.
قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. اثنان: الصلح بين الطائفتين المتقاتلتين من المسلمين. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ثلاثة: الصلح بين المسلمين والكفار المتحاربين. أربعة: الصلح بين المتخاصمين في غير المال. خمسة: الصلح بين المتخاصمين في المال، وهو المقصود في بحثنا، وهو على نوعين: ألف، الصلح في الإقرار، وهو على نوعين أيضا: صلح الإبراء، وهو صلح على جنس الحق المقر به، كأن يقر رشيد لآخر بدين أو عين، كأن يقر رشيد لآخر بدين أو عين، ثم يسقط عنه المقر، له بعض العين أو الدين، ويأخذ الباقي، فهو إبراء عن بعض الدين بلفظ الصلح، وهو جائز بشرط أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه، وألا يكون مشروطا في الإقرار. صلح المعاوضة، وهو أن يصالح عن الحق المقر به بغير جنسه، كما لو اعترف له بدين أو عين ثم تصالح على أخذ العوض من غير جنسه، فهذا حكمه حكم البيع، وإن وقع على منفعة فحكمه حكم الإجارة. الصلح مع الإنكار، هو أن يدعي شخص على آخر بعين له عنده أو بدين في ذمته، فينكر المدعى عليه، أو يسكت وهو يجهل المدعي به، ثم يصالح المدعي عن دعواه بمال حال أو مؤجل، فيصح الصلح في هذه الحالة إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوة، فيدفع المال دفعا للخصومة عن نفسه وافتداء ليمينه، والمدعي عليه والمدعى يعتقد صحة الدعوة، فيأخذ المال عوضا عن حقه الثابت. المسألة الثالثة في الأحكام المتعلقة بالصلح، يصح الصلح عن الحق المجهول، وهو ما تعذر علمه من دين أو عين، كأن يكون بين شخصين معاملة أو وحساب مضى عليه زمن ولا علم لواحد منهما بما عليه صاحبه لصاحبه. يصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه، كالصلح عن القصاص بالدية المحددة شرعا، أو أقل أو أكثر. لا يصح الصلح عن كل ما لا يجوز أخذ العوض عنه، كالصلح عن الحدود لأنها شرعت للزجر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الباب الخامس عشر وفي الغصب، وفي مسألتين. الغصب كما عرفه عندك لغة، في يعني لغة، الغصب هو أخذ الشيء ظلما، غصب يغصب غصبا فهو مغصوب، فهذا معناه في اللغة أخذ الشيء ظلما، يعني لا أخذ الشيء على وجه باطل لا يحل له. وشرعا هو الاستيلاء على حق الغير ظلما وعدوانا بغير حق. وطبعا المعنى الشرعي مأخوذ من المعنى اللغوي، إذا كان المعنى اللغوي هو أخذ الشيء يعني ظلما يعني بلا وجه حق، فكذلك في الشرع الغصب في الشرع هو الاستيلاء على حق الغير ظلما وعدوانا من غير حق، يا بغير حق. والمعلوم ان 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 اموال المسلمين ودماءهم معصومه، وذكرنا بالامس بان هذه العصمه للدماء وللاموال لا تسقط حتى يا بالعذر. فلو اتلف متلف على وجه الخطا، يعني لو أصاب أحدا أو أصاب يعني مال أحد، فإنه يحاسب على ذلك، ولذلك جاءت الشريعة بمحاسبة القاتل
يعني وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدق، فحتى لو كان على وجه الخطا فانه يحاسب على ذلك، ولذلك يؤمر هنا ب يعني في يعني بدفع الديه وكذلك بعتق رقبه. وكذلك لو أطلف صبي أو أطلف مجنون أو أتلفت ماشية أحد أو غنم أحد يعني أموال آخرين فإنه يضمن ذلك، لأن رغم أن هذه العجموات يعني لا تكليف عليها إلا أن دماء الناس وأموالهم معصومة، فلذلك يضمن ما أتلفه المجنون، يضمن ولي المجنون ويضمن ولي الصبي ويضمن صاحب الغنم أو الحيوان ما أتلفه ذلك الحيوان. إذن أموال الناس ودماءهم معصوم، فلذلك كان الغصب هنا هو الاستيلاء على حق الغير يعني ظلما وعدوانا على جهة الظلم وعلى جهة العدوان، أي لأجل العدوان، عدوانا هنا ظلما وعدوانا هنا مفعول لأجله، مفعول لأجله أي لأجل الظلم ولأجل العدوان، وهذا لا يجوز، فهذا هو الغصب في الشرع، الاستيلاء على حقوق الغير ظلما وعدوانا بغير حق. وطبعا بغير حق هنا قيد كاشف، لأنه إذا كان على جهة الظلم وعلى جهة العدوان فهو بغير حق، فلذلك هذا القيد يسمى قيدا كاشفا، كقوله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. طيب ما هو في قتل أنبياء يعني بالحق؟ لا يوجد هذا، لكن هذا يسمونه قيدا كاشفا، لأن قتل الأنبياء صلوات الله عليه وسلم هو من أعظم الفجور ومن أعظم المعاصي. إذن قوله هو الاستيلاء على حق الغير ظلما وعدوانا بغير حق، بغير حق بيان تأكيد للمعنى، وإلا فكونه ظلما وعدوانا يدل على أنه بغير حق، فهذا يسمونه قيدا كاشفا. طيب حكم الغصب، الغصب محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. أما الكتاب فلقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نعم، وتكملة الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. نعم، فإذا نهى الله سبحانه وتعالى عن أكل أموال الناس بالباطل، وكذلك قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فنهى الله سبحانه وتعالى عن التعرض لأموال الناس إلا على جهة إذا كان عن أكل أموال الناس بالباطل، نعم، إلا إذا كان هناك تجارة، إلا إذا كان هناك تجارة مشروعة بينهم. فهذا يدل على فالاستدلال بهذه الأدلة داخل في عموم الغصب، وداخل في عموم إيه؟ في عموم أكل أموال الناس بالباطل، داخل في عموم قتل أموال الناس بالباطل. فهذه أدلة الكتاب. وأما أدلة السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس، عند أحمد والدارقطني. وكذلك قوله صلوات الله وسلم عليه ثابت في الصحيحين من اقتطع شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. هذا ما معنى الحديث؟ من اغتصب أو من اقتطع شبرا من أرض، شبر واحد من الأرض، نعم، فإنه يوم القيامة يكلف بحفر تراب هذا الشبر إلى سبع أراضين ويحمل ترابه إلى أرض المحشر. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول ما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأخذ أي شيء على أي شيء على وجه لا يجوز له أخذه به ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولذلك هنا ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وهذا معناه أن كل من اغتصب شيئا من أحد كهذا الحديث دل أيضا على أنه يأتي به، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه حديثه في الصحيح لا ألفين أحدكم يوم القيامة يحمل على رقبته بعيرا له رغاء، يقول يا محمد، البعير اللي هو الناقة أو الجمل يحمله على 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 رقبته، يقول يا محمد أغثني صلى الله عليه وسلم، فيقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك
ولألفين أحدكم يوم القيامة يحمل على رقبته فرسا له صهيل. وهنا صهيل الفرس ورغاء البعير، نعم، وكذلك فيقول يا محمد أغثني، فيقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ولألفين أحدكم يوم القيامة يحمل على رقبته شاة طيعر أي أو تبعر، يعني يخرج منها البعر أو طيعر، يعني تعرب عن نفسها بصوتها، نعم، فيقول يا محمد أغثني، فيقول قد أبلغتك صلى الله عليه وسلم، فيقول له لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. إذن صهيل البعير، صهيل بعير يعني رغاء البعير أو صهيل الحصان أو الشاة التي طيعر، هذا يدل، هذا إعلان بأن هذا الرجل خائن وأنه غصب هذه الأشياء، سواء غصبها من أصحابها أو سرقها أو نهبها أو ينهبها، فهو كذلك يأتي به يوم القيامة. إذن هذه الأدلة كلها تدل على إيه؟ على تحريم الغصب. والغصب هذا يعني يتوعد الله سبحانه وتعالى عليه، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل. نعم، سبحان الله، يعني الذي خلق الله عز وجل النفوس يعني متفاوتة في الملكات وفي المواهب وفي العطايا وفي الأرزاق، وخلق الله عز وجل أراد ذلك سبحانه وتعالى، فيأتي يعني أناس يغتصبون يعني أموال الناس، فهذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه النصوص دالة على ذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن كانت له مظلمة من أخيه لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله. اللام هنا لام الأمر، والفعل المضارع بعدها مجزوم بلام الأمر وعلى مجزم السكون لأنه صحيح الآخر. نعم، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه أو فحمل عليه. والحديث يعني رواه البخاري. إذن هذه الأدلة كلها تدل على تحريم الغصب. وهذا الغصب سواء كان غصبا من الأفراد بعضهم لبعض، نعم، وهو موجود في دنيا الناس، لأن الدنيا فيها الصالح والطالح وفيها الغش والسمين ويعني وفيها المؤمن وفيها الفاسق، هكذا قدر الله سبحانه وتعالى الدنيا، أو قد يكون من هيئات ومن حكومات ومن دول فيغتصب أموال الناس ويصادر أموال الناس ويعتدي على أموالهم، فهذا أيضا هم داخلون في هذا في كل هذا في هذا الوعيد الشديد. نعم، والإجماع هنا وتحريم الغصب محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، لأن الأمة أجمعت على تحريم غصب أموال الناس وأكل، لأنها داخلة في ضمن أكل أموال الناس بالباطل، لأن الله جل وعلا يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا إن استثنى الله سبحانه وتعالى عدم التعرض لمال الغير إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أما المسألة الثانية وهي في الأحكام المتعلقة بالغصب، طبعا هذا الغصب من أسباب الشحناء ومن أسباب العداوة بين المسلمين، وهو من الظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، وهو من الظلم الذي حرمه الله جل وعلا، وهذا الديوان من المظالم لا يترك الله عز وجل منه شيئا. يعني فإن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. المسألة التي تتعلق بالغصب، يجب على الغاصب يرد المغصوب بحاله. نعم، طيب، إذا كان قائما بحاله، يعني اغتصب سيارة يبد يرد السيارة كما هي، اغتصب أرضا يرد الأرض كما هي، اغتصب بعض الأرض يردها، اغتصب شيئا من المتاع، اغتصب مالا سائلا، فإنه يجب رد هذا. إذا كان هذا الشيء موجودا عنده فإنه يجب رده بكماله. فإن تلف عنده هذا الشيء فإنه يرد بدله، هذا يجب عليه، لأنه لو يعني والحاكم يأمر كذلك، الرجل الحاكم المسلم أو القاضي المسلم يأمر هؤلاء وينزل بهؤلاء الغاصبين، ينزل بهم العقوبة لأنهم يعتدون على أموال الناس، وهذا يخالف شريعة الله سبحانه، يخالف شريعة الله جل وعلا. طيب، يلزم الغاصب، يعني هنا يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته، سواء كانت منفصلة أو كانت متصلة. بمعنى أهب أن هذا الرجل اغتصب حيوانا،
هذا الحيوان مثلا اغتصب بقرا او اغتصب يعني بعيرا يعني او اغتصب ناقه او اغتصب غنما او نحو ذلك، يجب على الغاصب ان يردها، يردها بذات زياده اللي هي زياده متصله اللي هي زياده الصوف وزياده الوياء بشحمها ولحمها زياده فيها، كل ما انفقوا عليها هدر، يعني كل ما انفق الغاصب على هذه الاشياء هدر، ليس له منها شيء لانه هو معتد بغصب هذه الاشياء. اذا يرد هذه الاشياء بزيادتها المتصله اللي هي زياده الصوف وزياده الـ في الـ في الـ في السمنه واللحم ونحو ذلك، او زياده منفصله اللي هي انتجت عنده فيردها مع اولادها، فيردها مع النتاج التي يعني انتجت عنده، فانه حينئذ يردها مع نتاجها، فانه حينئذ يردها مع نتاجها. وما انفقوا عليها في ذلك فان انفقوا عليها هدر، لا لانه هو ظالم في غصب هذه الاشياء. الغاصب اذا تصرف في المغصوف ببناء او غرس امر بقلعه اذا طلبه الملك بذلك، يعني هنا اغتصب ارضا فبنى هذه الارض، فبنى على هذه الارض، في هذه الحالة يرد هذه الأرض كما هي. طب البناء اللي بنى عليها، البناء الذي بنى عليها هو يهدمه ويؤمر، والقاضي والحاكم يأمره بهدم هذا البناء، ولو غرس فيها نقلا يؤمر بقلع هذا الغرس، هو يأخذ هذا الغرس الذي وضعه لكن يؤمر بقلعه، وكل هذه النفقات عليه وليس على المغصوب منه، لا يتحمل شيئا في ذلك. المغصوب اذا 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 تغير، تغير يعني تغير مثلا هو اغتصب يعني حيوانا او اغتصب شيئا قلت قيمه هذا الشيء، لذلك يقول اذا تغير او قل او رخص ضمن الغاصب النقص، الغاصب هنا يضمن النقص الذي حدث في 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 هذه السلعه، سواء كانت تغيرت بالنزول، نعم، اما اذا تغيرت بالارتفاع فهو يرد السلعه كما هي، ليس له فيها شيء لان السلعه ليست هي من حق. وفي الحقيقة ولا يعني في مع كثير من الأسى ومن الأسف أن هناك أناسا لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني بسبب طبعا الخيانة التي يعني صارت في كثير من الناس، وبسبب الفسق والفجور الذي تأصل أيضا عند الكثير من الناس، صاروا أنهم لا يبالون بما يقترفون من معاصي الله سبحانه وتعالى، فصاروا أنه ما عنده شيء، أن الحلال هو متى قدر على أخذ أموال الناس وغصبها يغصبها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من غير منار الأرض، منار الأرض العلامات، واحد يغير على منار الأرض علامات الأرض حتى يضم الأرض ما ليس منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من غير منار الأرض، يعني وهذا اللعن لا يكون الا على كبيره من الكبائر، واللعن هو الطرد من رحمه الله سبحانه وتعالى. الاغتصاب قد يكون بالخصومه والايمان الفاجره، والاغتصاب هنا المساله ايضا ان الاغتصاب كيف يتم هذا الاغتصاب؟ اما يتم انه هو يعني كما يفعل الناس الان والعياذ بالله، واحد عنده ارض فيروح يعمل ورق، نعم، ويعمل الورق يعني ورق هذا الورق يعني مزورا ونحو ذلك، ويدخل معه بقى في خصومة مع الرجل في خصومة في المحاكم، ويطول الخصام والشجار في المحاكم سنين، حتى يضطر الرجل ان هو اللي هو صاحب الأرض ان هو يعطيه مبلغا من المال وحتى يتنازل عن هذا الأمر، لان هي الأحكام المجرمة الآن الأحكام الوضعية التي يعني لا ترضع، التي ليس فيها رضع للقاتل، حتى القاتل الذي يقتل، القاتل بيقتل ويرى أولياء المقتول، القاتل يمشي على وجه الأرض ويمشي أمامهم وقتيلهم قد يعني وسد في التراب بسبب هذه الأحكام الجائرة، الأحكام الوضعية التي ليس فيها لا تراعي شرع الله سبحانه وتعالى، ولا تراعي يعني المصالح العامة للناس، بل هناك ثغرات كثيرة جدا في القوانين بتسبب هذا، ثغرات ممكن واحد قاتل يخرج من جريمة قتل بسبب مثلا خطأ في الإجراءات، لا خطأ في الإجراءات فيخرج منها ولا ويحكم له بالبراء، وهذه كلها أحكام جائرة وأحكام ظالمة، كما رأينا يعني سبحان الله أناس يقتلون ولا يحكم عليهم بشيء، أناس مظلومة ويحكم عليها به، وهذا كله وهؤلاء يعني مجرمون
وهؤلاء يعني يعني لا يعلمون. يعني المشكلة ان هؤلاء جهلة، والجاهل ده كما لا يبلغ العدو من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، لا يبلغ العدو من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر القضاء، القضاء عند عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث عند أبي داود وهو حديث صحيح، تقول: ذكر القضاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة. القاضي العدل، القاضي يعني العدل اللي هو شديد، اللي هو رجل شديد التحري في تحري العدل، فحتى وصف بالمصدر. يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب، فيلقى من شدة الحساب ما يجعله الا ما يجعله يتمنى الا يكون قد قضى بين اثنين في تمره. هذا قاضي العدل، فيلقى من شده الحساب ما يتمنى الا يكون قد قضى بين اثنين في تمره. لا حول ولا قوه الا بالله. واحد مجرم من المجرمين جالس يحكم على الناس ب 25 سنه و20، لا حول ولا قوه الا بالله. اذا الاغتصاب قد يكون بالخصومه، وقد يكون بالأيمان الفاجرة. والأيمان الفاجرة، اليمين الفاجر، وهو اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في النار، اللي هو اليمين الذي يقتطع به حق امرئ مسلم، وهذا يسمى في الشريعة باليمين الغموس، لأن يغمس به صاحبه في النار. وهذا اليمين الغموس أو الأيمان الفاجرة هي التي يترتب عليها اقتطاع حق امرئ مسلم. فهذا ممكن يفعل ذلك، يقسم بالله سبحانه وتعالى ان هو ما فعل. وبنرى كثيرا في الدنيا من هذا، نرى من يعني من الايمان الفاجره، ومنهم الذي يؤجر نفسه بثمن بخس جنيهات معدوده عند المحاكم، يؤجر نفسه لشهاده الزور. هو جالس كده، جالس على المقهى، نعم، مثل الحيوان، والحيوان أعز منه. هو جالس يأتي يجي تعالى يأخذ معه شهادة، يدخل يقسم بالله سبحانه وتعالى، وهذا يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني هذا الذي يفعل هذا بجنيات من هذا يؤمن بالله واليوم الآخر. الكلام ده موجود، بس الكلام ده بيكون موجود، هي موجود في وجود في 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 في, في, في البلدان التي لا تلتزم بالشريعة، لأن الشريعة حاسمة في مثل هذا الأمر. لكن في عندما تطبق الأحكام الجائرة هذه، الله المستعان، جميع تصرفات الغاصب باطلة إن لم يأذن بها المالك. كل تصرفات الغاصب، يعني باع السيارة، باع الأرض، كل التصرفات التي يترتب على هذا الغصب باطل. لماذا؟ لأنه ما بني على باطل فهو باطل، الغصب أصلا باطل، فكل التصرفات التي تبنى على هذا الباطل كلها باطلة وليس فيها شيء، إلا إذا يعني إلا إذا أذن له المالك بشيء فهذا له، لأن هذا ماله، ويصح له أن يأذن أو لا يأذن، هذا يرجع إليه. سبحان الله، في زمن الصحابة رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، ولي أبي بكر رضي الله عنه، يعني ولي القضاء عامين كاملين، لم يحتكم إليه إثنان. هل عندنا المحاكم الآن ملايين من القضايا، ملايين، ولا يعني عياذ بالله، حتى يفصل بها محتاج يعني أعمار وأعمار، وقد يموت المظلوم، ولما يصل بعد، ولما يأتي موعد الفصل في قضيته ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكم من أناس مظلومين قد يعني ماتوا ولم يأخذوا حقهم. إذا معنى هذا أن في مجولة أخرى، وعندما ترى الظالم موجودا والمظلوم قد يموت، هذا المظلوم ويموت بكمده، فهذا يدل على أنه على وجود جولة أخرى هيتم فيها التحاكم، وهيكون هناك محكمة أخرى أمام ملك الملوك سبحانه وتعالى، أمام الحكم العدل سبحانه وتعالى، الذي ميزانه لا يخيص شعيرة سبحانه وتعالى. في جولة أخرى من التحاكم، إذا كان الله جل وعلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لا تؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء يوم القيامة. لا تؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجماء التي لا قرون لها من الشاة القرناء. طب هذه عشموات،
لا تكليف فيها، لا لابد أن يكون. نعم هنا هنا الاقتصادنا ليس من باب التكليف، وإنما من باب إقامة عدل الله عز وجل على جميع الكائنات وعلى جميع المخلوقات سبحانه وتعالى. فكيف فإذا كانت هذه الشاة الجماء يقتص لها من الشاة القرناء التي التي هي عجموات لا تعي ولا تفهم، فكيف بمظالم الناس؟ أصل المجرمون سنة اللي هو السفيه لا يبالي بما اشترى على محارم الله سبحانه وتعالى. وذلك الله جل وعلا لما وسم العلماء وسم إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم هؤلاء أهل خشية الله سبحانه وتعالى. وأما الفسقة هو لا يبالي بما اشترى على محارم الله سبحانه وتعالى. الباب 16 هو في الصلح. طبعا الصلح في اللغة معناه التوفيق وقطع المنازعة. نعم ويعني التوفيق يعني إصلاح بين الناس، معنى يعني التوفيق بينهم وقطع المنازعة هذا معناه في اللغة. في الشرع يقول عرفوا عندك هو العقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين، والعقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين. الصلح يعني دل على مشروعية الكتاب والسنة وكذلك الإجماع. أما الكتاب فنصوص الكتاب التي دلت على مدح الصلح ومدح أهله، فمن ذلك قول الله جل وعلا يعني لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. سبحان الله وهذه الآية آية عظيمة فزة. كيف أن كثيرا من نجوى الناس يعني ومن كلامهم ومن حديثهم لا خير فيه إلا ما استثناه الله سبحانه وتعالى. إذن كل كلام يتكلمه الإنسان في الدنيا لا خير فيه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فتعلم أن غالب كلام الناس وغالب كلام يعني أغلب من ترى عينك وأغلب من يعيش على هذه الأرض لا خير فيه، لأن يعني الله جل وعلا استثنى إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهذا معناه أن الإنسان دائما يتحرى في أقواله وتحرى في ألفاظه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا كان مجال هناك مجال للكلام في الخير تكلم، إن لم يكن هناك مجال في الكلام وجدت اللغو والصمت أزين بالفتى من منطق في غير حينه. وكذلك قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. طبعا الكلام ده على إيه؟ على المعنى العام للصلح، الأدلة دي تدل على المعنى العام للصلح، كان لأن الصلح ده له معاني عامة والذي يراد به في الفقه معنى خاص، لكن يستدل على هذا المعنى الخاص بهذه النصوص العامة التي تدل على مشروعية الصلح على العموم، لأن الصلح الذي المراد به في الفقه هو نوع من أنواع الصلح من أنواع هذا الصلح العام. وكذلك فإذا فقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، نعم فأصلحوا بينهما، هذا يدل أيضا على مشروعية الصلح. ومن ذلك أيضا وهذا ومن السنة ما رواه أبو داود والترمذي وأصحاب السنن من قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالإصلاح بين الناس. إذن الشاهد من الحديث الصلح جائز بين المسلمين ما دل على مشروعيته، وأجمعت الأمة على مشروعية الصلح بين الناس. لما في الصلح من إيه؟ لما في الصلح من قطع المنازعة ومن قطع الخصومة ومن التأليف بين الناس وإصلاح ذات البين الذي أمر التي أمرت الأمة به في قوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فالصلح هو سبيل من سبل إصلاح ذات البين. إذن هذه الأدلة العامة التي تدل على مشروعية إيه؟ على مشروعية الصلح. المسألة الثانية هو أنواع الصلح. صلح له معاني عامة. من أنواع الصلح كما الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق الشقاق بينهما، كقول تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما.
هذا ايه يعني؟ يعني اي يريد اصلاحا في حاله اراده الزوج والزوجه كل منهما الاصلاح فالله جل وعلا يوفقه من هذا الاصلاح. اما اذا كان كل واحد الله يعلم من كل واحد من الزوجين انه ليس له نيه في الاصلاح يبقى الصلح بعيد جدا بينهم. وهذه الايه تدل على مساله، طبعا هذا كلام في الاصلاح، هذا تدرج في معالجه الشقاق بين الزوجين، وكثير من الناس لا ينتبه لهذا، لا ينتبه لهذه المعاني، وقد يصل إلى الطلاق مباشرة، وعنده شرع الله عز وجل خطوات قبل أن يصل المرء إلى الطلاق حتى يحفظ، حتى تحفظ يعني كيان الأسرة ولا تعرض الأسرة للتشديد وغيره. كذلك يعني يعني في مسألة قد يحدث أيضا في الصلح بين الزوجين، قد يحدث أن تدفع المرأة لزوجها مالا وهو الذي أراده الله جل وعلا، إن امرأة خافت من بعليها من زوجها نشوزا أو إعراضا، النشوز بمعنى في اللغة هو الحركة في الارتفاع، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي تتحرك أمامك في ارتفاع ثم تركب على بعضها البعض. فالنشوز في اللغة هو الحركة في ارتفاع، والمقصود من نشوز البعل هو ترفع الزوج عن زوجته وإرادة الزوج يعني أن يطلق زوجته، نعم، وإهماله لزوجته. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. فلا جناح عليهما أن يصلح يعني لو المرأة أرادت أنها مثلا تسقط بعضا من مهرها أو تسقط بعضا من مؤخرها أو حتى تعطي الزوج مبلغا من المال، لا حرج في ذلك، لذلك حتى يكون هناك يعني صلح بين الزوجين. لذلك الله جل وعلا يقول والصلح خير. هنا والصلح خير يعني تهيئة للمرأة وتهيئة للرجل هو لا يبالي ولا تشدد فيما يأخذ من أموال يعني زوجته، لكن لا حرج عليها في ذلك، لا فلا جناح عليهما أي يصلح بينهما صلح، أي يصلح بينهما صلحا والصلح خير. هذا معنى عام في الصلح، الصلح بين الطائفتين المتقاتلين كما في آية الحجرات، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، ده كل ده صلح عام. الصلح بين المسلمين والكفار المتحاربين، وإن جنحوا للسلم فاجنح له وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. الصلح بين المتخاصمين في غير مال، المتهاجرين والمتخاصمين، وهذا كله من إصلاح ذات البيت. الصلح بين المتخاصمين في المال، وهو هذا المعنى المراد به في كتب الفقه. إذن باب الصلح في كتب الفقه هو بيراد به نوع خاص من أنواع الصلح، هو الصلح بين المتخاصمين في مال. إذن هذا هو المراد في كتب الفقه، ولذلك قال هو المقصود في بحثنا. وهذا الصلح الذي يكون في مال يعني يكون في خصومة بين اثنين في مال. أما الصلح بين الزوجين وبين المتهاجرين وبين الطائفتين المتحاربتين وبين الدول المسلمين، كل ده أنواع صلح عامة. لكن الصلح في كتاب الفقه يراد به هذا النوع من الصلح، والصلح الذي يكون على إيه؟ على مال. هذا الصلح الذي يكون على مال على نوعين، صلح مع الإقرار وصلح مع الإنكار. إيه معنى الصلح مع الإقرار؟ وهناك خصومة بين 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 زيد وعمر مثلا في مال، فزيد أقر لعمر أن له، أن عمر يدعي أن على زيد مثلا مبلغ 10,000، أقر به زيد، لكن في إيه؟ هذا إيه حدث بينهم إيه؟ خصومة. انتهت الخصومة بإيه؟ بإقرار عمرو بدين زيد، لهذا يسموه صلح مع إيه؟ صلح مع الإقرار. وجمهور أهل العلم يجيزون هذا النوع من الصلح، ما ليس يعني جماهير أهل العلم تجيز الصلح الذي يكون مع الإقرار. الخلاف جاء في الصلح اللي مع الإنكار، هذا الخلاف الذي ورد بين العلماء. إذا فالصلح الذي يكون في الإقرار، إذن صلح الذي يكون الذي مع الإقرار يعني أقر أحد الطرفين بحق الآخر، بمال الآخر أو بدين الآخر. هذا الصلح الذي على الإقرار هو على نوعين، صلح الإبراء، وهو يعني صلح الإبراء معناه أنه هو عمر أقر لزيد بالحق الذي كان فيه خصومة، ثم أبرأه زيد من هذا الحق، حرج عليه في ذلك، أبرأ. رجل قال
يعني أراد ما عند الله سبحانه وتعالى فأبرأ، بعد أن قالوا له أبرأوا من في هذه الحالة، يبقى أسقط زيد ما الحق الذي له. هذا النوع من الصلح مشروع، لا حرج في ذلك، لأن صاحب الحق هو الذي أبرأ الرجل منه. نعم، أو يبرئه حتى في بعض، أو يبرئه في بعض الدين، يعني ليس الإبراء يشمل كل شيء. ممكن تصلح مثلا، أنت لك عندي كام؟ لك 10,000. طب هل ممكن تخليهم مثلا 8,000 أو 7,000 وأنا أسدهم على طريق كذا كذا فرضي فلان؟ يبقى هذا كل دي أنواع صلح مع الإبراء. الإبراء هنا يعني أبرأه من بعض الدين وترك البعض الآخر، وهذا لا حرج فيه. يعني هنا ممكن يحدث هذا، ممكن يحدث هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء غرماء لجابر رضي الله تعالى عنه يعني في الدين الذي عليه، أشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع عنهم إيه؟ شطر الدين، أن يضع عنه شطر الدين، فوضع عنه شطر الدين. إذن لما يكون في خصومة من هذا، فيحاول الحاكم أو يحاول القاضي أنه يعمل إيه؟ أنه يكون في صلح بين الناس. هل تستطيع أن أنت مثلا تبرئه من حتى نقطع النزاع ونقطع الخصومة من هذا؟ إذن الإبراء ممكن يكون إبراء من المال كله، أو إبراء من إيه؟ أو إبراء من البعض. وهذا يعني داخل في الصلح الذي يكون مع الإقرار. النوع الثاني اللي هو صلح المعاوضة. وطبعا انتبه هنا، الكلام ده صلح الإبراء ده يصح، ولكن إذا لم يكن عن اشتراط من المقر بالدين، لأنه إذا أقر بالدين لازمه، لأن الإقرار هو سيدي، مش هم يقولون بأن الاعتراف سيد الأدلة، يعني لا، يعني واحد اعترف يبقى ليس بعد لا يسأل، يعني ليس مع العين أين. وهذه من أمثال العرب، الشيء اللي أنت تراه هتقول له هو فين؟ هو أمامك. إذن الاعتراف هو سيد الأدلة. إذا اعترف صحيح يجوز الإبراء، بس إذا بشرط ألا يكون هذا الإبراء شرطا من المقر بالدين حتى يدفع بقية المال، لأن هذا هيكون أكل من أكل أموال الناس بالباطل، وهذا هينفي هنا رضا صاحب الدين عن إسقاط بعض الدين. لذلك قال بشرطي، وهذا يلزم شرطي أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه اللي هو إيه؟ اللي هو أن يكون يعني بالغا عاقلا حرا رشيدا، هذا ساعة تبرعه. وقال طب انتبه هنا، ممكن يكون هنا المال ده مال صبي، مال يتيم، وهناك ولي لهذا اليتيم. هل يصح في هذه الحالة أن لولي اليتيم أن يتنازل عن بعض الدين؟ لا يصح له، ولو تنازل عن بعض الدين يضمن هذا الدين، لأن مبنى الولاية، لأن هذا لا يصح تبرعه، لأن مبنى الولاية على اليتيم هو حفظ مال اليتيم. لذا قال جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن التصرفات، ممن يحفظ مال اليتيم. ولذلك لا يشرع أبدا لو فعل الولي أي تبرع من مال اليتيم، أوقف من مال اليتيم، وهب من مال، يتصدق من مال اليتيم، يضمن كل ذلك، لكن يخرج الزكاة الواجبة، نعم، لأن الزكاة واجبة، لأن الزكاة متعلقة بالمال، إذا بلغ المال نصابا ومر عليه الحول، سواء كان يتيما، سواء كان هذا صاحب المال صبيا أو مجنونا، لأنها وجوب الزكاة من باب الحكم الوضعي وليس من باب الحكم التكليفي. أحسنت. إذن يجوز هنا الإبراء، ولكن إذا كان إيه؟ إذا لم يكن عن الشرط، لأنه لو كان عن الشرط خيار ما اشترطش عليه ان هو يعني يسيب المبلغ الباقي، يعني خيره ان هو يسيب يعني بالتراضي، يعني لا بأس بهذا، ما احنا قلنا هذا لا بأس، لكن لا يكون عن اشتراط ان انا مش هدفع الا بكده. في هذه الحالة هيكون المال ده باقي المال في ذمة المقر. النوع الثاني، طيب، أن يكون الحق اللي هو الذي يقر به ده غير موجود، مثلا سيارة كانوا مختلفين في السيارة، والسيارة مثلا عملت حادثة، لكن الرجل أقر بالسيارة، يبقى يعمل إيه؟ ماذا؟ هيصالحه بعوض، هيصالحه على هذا بعوض. فلذلك إذا لو اعترف له بدين ثم يعني حتى لو كانت السيارة موجودة، افهم إن السيارة ما زالت موجودة، والرجل صاحب السيارة
ارتضى على ماذا؟ ارتضى عم على ارتضى على عوض، انه يعوضه بمبلغ مالي. هنا الشريعة ندبت الى ذلك، ندبت الى هذا ليه؟ لقطع مادة الخصومة. لا حرج، يبقى سواء صالحه على الدين على الحق الذي اقر به فابرأه منه او ابرأه من بعض يصح الصلح، وهذا هو النوع الداخل في تابع صلح الصلح مع الإقرار، او صالحه مع معاوضة. معاوضة يعني عوضه عن الشيء بشيء غيره، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، لان هذا في قطع لمادة الخصومة والنزاع بين الناس. النوع الثاني من الصلح هو الذي اختلف فيه العلماء، اختلف العلماء في مشروعيته، وهو واحد له حق. خلينا مع زيد وعم، وعم لم يقر لزيد بالدين، لم يقر له. زيد يقول عندي لعم علي دين، وعم يقول لا ليس له شيء عندي. في هذه الحالة قبل أن نلجأ إلى موضوع هنا، يبقى ينظر هنا النبي عليه السلام يقول البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فننظر هل هناك بينات؟ هل زيد عنده بينة على عم؟ لو زيد عنده بينة على عم يبقى حتى لو عم أنكر فالكلام كلام، فالحكم من الحاكم هيحكم لزيد إذا كان هناك بينة على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. طيب لم يكن هناك بينة، هل طبعا البينة دي ممكن تكون إقرار وممكن تكون شهود، ولو كان هنا في شهود يبقى البينة يبقى لابد من يكون كم شاهد؟ لابد إما أن يكون رجلين أو رجل وامرأتان. نعم نعم، لا لحظة، ففي هذه الحالة رجلين أو رجل وامرأتان هذه بينة ولا لا؟ يشهد رجلان عدلان أن هذا الرجل، نعم يعني ويعني واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذه من البينة ولا لا؟ بينة. طب لو كان هناك شاهد واحد، لو كان هناك شاهد واحد في هذه الحالة مش هيحكم، لن يحكم الحاكم بحكم الشاهد وحده، وإنما لو انضم للشاهد قسم صاحب الحق على الحق. فهنا عندنا دليل حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، قضى يعني بالحق لصاحبه بشاهد ويمين، أو كما قال عليه السلام. الحديث عند مسلم في صحيح، وهذا دل على إيه؟ دل على أن الشهادة على أن الأيمان بتكون في جانب، في جانب من؟ في جانب القوي. هو الرجل لما جاء بشاهد جانبه تقوى ولا لا؟ تقوى، لكن الشريعة لا تحكم بشاهد واحد، فلذلك قضى النبي عليه السلام بشاهد ويمين صاحب الحق. لما يكون في شاهد مش هنقول لسه نحكم، يعني انت اليمين على المنكر. احنا لما اخذنا بالامس في الوديعة ونحو ذلك، لو اختلف رد المال مع يعني هل رد المال ولا لم يرد المال، اختلف مع بعضهم البعض في هذا، فنقول قول من؟ قول المستودع مع يمينه، لانه جانبه هو الجانب الاقوى. اذا لم يكن هناك شاهد ولا شيء، هنا بقى مساله الصلح مع الانكار. ما هو لو كان في بينات يبقى هنحكم بالبينات، شاهد فهنحكم بالشاهد ويمين صاحب الحق، مش ليس يمين المنكر، لان المنكر ممكن. إذا لم يكن هناك شيء من ذلك، هنا بقى هنحاول هنا يكون الصلح مع إيه؟ مع الإنكار. طيب كيف يكون الصلح مع الإنكار؟ زيد بيقول إن لي عند عم، وعم بينكر ذلك، وليس عندنا بينة. من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا الصلح مع الإنكار لا يجوز. كيف يكون هناك صلح؟ أصل الصلح مقصود كما تعلمون الصلح الذي في الفقه صلح على مال. كيف يلزم الرجل بشيء وهو ينكر هذا الشيء؟ يعني عم كيف يلزم عم بدفع شيء من المال وهو ينكر هذا الشيء؟ وفريق آخر من أهل العلم يرى مشروعية الصلح مع الإنكار قطعا للخصومة والنزاع بين الناس، وعموم الأدلة في الصلح تشهد له. طب كيف يتم ذلك؟ كيف يتم ذلك؟ ما هو في حق بينهم، وهذا يقول لي
هنا نحاول ان احنا يعني هنا الحاكم او 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 الذي يقضي بين الناس يحاول ان هو يقرب المساله هنا. فقد يدفع عم بعض يعني مثلا يقول قد 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 يحاول مثلا يقول لصاحب الدين طب مثلا الدين 10,000 فيحاول انه يخفض قيمه هذا الدين والثاني يرضى في نفس التوقيت. وممكن طب عمرو الذي ينكر لماذا يرضى؟ يرضى حتى يقطع عن نفسه الخصومه ويقطع عن نفسه الاتهام ويقطع ماده الحصول ويقطع هذه الماده التي اللي هي سبيل بين بينهم. هم قالوا كيف يدفع شيئا كيف يلزم بشيء وهو ينكره. وهنا النصوص العامه في مشروعيه الصلح تثبت الصلح مع الانكار خلافا لمن منعه من اهل العلم. وفي هذه الحاله الذي يدفع مع كونه منكرا هو يدفع حتى يقطع ايه؟ حتى يقطع الخصومه والنزاع الذي يكون بينه وبين الغير. لذلك قال فيدفع المال دفعا لخصومه عن نفسه وابتداء ليمينه. بدل ما يعني ما هو البينه على من ادعى. واحد قال واليمين على من انكر. لو طب انتبه انتبه هنا. لو الثاني ما عندوش بينه والثاني حلف يمينه يبقى خلاص الموضوع انتهى. لكن احنا ممكن نلجا للصلح مع الانكار ان الثاني يريد ان يفتدي. هو غير قاطع ان الحق غير موجود فهو يريد ان يفتدي بايه؟ بيمين. يعني لو احنا مش قلنا البينه على من ادعى؟ طب مع ليس عنده بينه يبقى مين الجانب اقوى؟ الثاني. يبقى لو حلف انتهى مش فيش انا صلح انا بقى خلاص انتهت الموضوع مساله ويفصل الله عز وجل بينهما يوم القيامه في ذلك. لكن احيانا واحد يريد ان هو يفتدي ايه؟ يفتدي يمين. لا يريد ان يحلف ان هو لان هو ليس متاكدا على جهه الجزم ان الرجل ده ليس له حق مثلا مساله قديمه بينهما وطال العهد وطال الامد. الصلح مع الانكار علمنا اختلاف اهل العلم فيه. فمنهم على قولين، منهم من يعني يمنع منه
ويقول هذا لا يجوز لأنه لأن أحدهما لأنه لا يجوز مع الصلح مع الإنقاذ. والقول الثاني يقول به طائفة أخرى من أهل العلم فيرون جواز الصلح مع الإنكار. والصحيح هو القول الثاني لعموم الأدلة التي وردت بمشروعية الصلح. ولذلك اقتصر المؤلف هنا على 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 الإتيان به وعلى جوازه لأنه هو هذا القول الراجح في جواز الصلح مع 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 الإنكار. وذكرنا بأن المنكر قد يدفع يعني قد يعني يدفع بعض المال وهذا هو فقد يصطلح على بعض الحق لا حرج في ذلك لأنه يريد أن يفتدي بيمينه. وإلا فهو لو أقسم لو لم تكن بينة مع صاحب الحق فارتد اليمين إلى منكر بريئ من ذلك وليس له قصور. وفي أحكام الدنيا ليس عليه شيء لكن يبقى ما بينهما عند الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا يفصل به. لكن إذا اصطلح هنا على بعض الحق هنا مع الإنكار حتى يفتدي المنكر يفتدي يمينه من ذلك لا حرج هذا ويكون هذا من ضمن باب المشروع. المسألة الثالثة في هذا الباب هو الأحكام المتعلقة بالصلح. يصح الصلح عن الحق المجهول وهو ما تعذر علمه من دين أو عين كأن يكون بين شخصين معاملة وحساب مضى عليه زمن ولا علم الواحد منه بما عليه صاحبه. وهذا يكون بين الشركاء مثلا ويعني في معاملة بينهما وطال عليها الأمد وطال عليها الزمن وصار هو كل واحد يعلم أن في شيء بينهما هو كل من الطرفين هنا لكن هذا الشيء مجهول. في هذه الحالة لو تصالح فيما بينهما على بعض الحق قال خلاص خلينا احنا مختلفين في ده ممكن نخليه مثلا بدل ما يعني هو 190 خليه 20 والذي عليه الحق يدفعه يبقى لا حرج عليه في ذلك. لذلك قال يصح الصلح عن الحق المجهول. وهذه من محاسن الشريعة الغضاء وهذا يدل على أن من مقاصد هذه الشريعة هو إصلاح ذات البين وقطع النزاع والخصومة بين الناس وأن يكون بين الناس مودة وائتلاف وتراحم بينهم. ولذلك جاءت نصوص الشريعة لا تحسدوا ولا تبغضوا ولا تضبروا ولا تنجشوا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يقذله كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. كل هذه الأحاديث العظيمة المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كل هذا يدل على أن من مقاصد الشريعة الغضاء أن يكون الناس بينهما من الوئام ومن المحبة ومن الترابط ومن التلاحم وأن يقطع أسباب النزاع بين الناس وسبق خصومة. لذلك شرعة الشريعة هذه التشريعات العظيمة الغالية التي تقطع مادة خصومة بين الناس. يصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه. بيقول يصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه كالصلح عن القصاص بالدية المحددة شرعا أو أقل أو أكثر. يعني هب أن بين واحد قتل فلان قتلا عمدا طبعا القتل العمد العدوان يجب إيه؟ قصاص. أول شيء قصاص. إن تصالح أولياء المقتول مع القاتل على أن يتنازلوا أصل هذا قصاص حق من؟ حق الأولياء المقتول ممكن يتنازلوا عنه. لو تنازلوا عنه وقبلوا الدية يبقى في هذه حق انت خلاص. إذا تنازلوا عن القصاص وبعض الدية نصف الدية وربع الدية لا حرج عليهم في ذلك. فصح الصلح في كل ما يجوز أخذ العوض عنه. فهنا جاء الصلح هنا في القصاص لأنه ممكن بيكون بدل القصاص إيه؟ الدية. فصح لنا الصلح هنا. لا يعني لو تصالحوا بينهم أولياء المقتول مع القاتل على هذا لا حرج. ورأينا سبحان الله في أناسا في يعني طبعا في هذه البلاد اللي تطبق شرع الله سبحانه وتعالى. طبعا الناس اللي بتطبقش الشرع كلام خلاص ما عندهم مسألة ايه ما قاتل يقتل واحد يقتل يدخل السجن 5 سنين ولا 7 سنين ده لو دخل السجن يعني ويخرج. طبعا هذا يؤدي الى تأجيج العادات الثأرية بين الناس وتأجيج مشاعر الجاهلية. نعم هو ايه أفحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يقولون. الناس لما تترك حكم الله سبحانه وتعالى بتروح فين؟ هيتحكموا للجاهلية تحكموا لشيعة الغاب شيعة الأقوى. القوي هو اللي هيأخذ حقه والضعيف لا يجد من يأخذ له الحق. وهذا في الشريعة ليس فيها كذا. قال لا يصح الصلح عن كل ما لا يجوز أخذ العوض عنه كالصلح عن الحدود مثلا. يعني هل يجوز مثلا واحد قذف فلان يبقى وجب عليه حد القذف 80 جلدة هل ممكن يتصالحوا على من؟ لا هنا لا يصح الصلح هنا في هذه الحالة لأن هذه الحدود لا يجوز أخذ العوض عنها.
في حدود في حدود مثل القصاص يجوز اخذ العوض لان في القتل في القصاص وبعدها الدية، يبقى في هنا الشريعة شرعت ذلك. فمن عفي له من اخي شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. لكن هنا في الحدود ان واحد ان عليه حد مثلا حد القذف او حد الزنا. ولذلك لما حدثت القصة والحديث في الصحيح العسيف الذي زنى الأجير الذي زنى بامرأة صاحب العمل، نعم، فتحاكم إلى البعض فقال له إيه خذ منه 100 من الغنم 100 من الإبل، ها، فتحاكم النبي صلى الله عليه وسلم قال الغنم أو الإبل رد عليك وغدو يا إنه، وقال فسألت البعض عن العلم فقالوا يجب على امرأتك الرجم ويجب على هذا جلد 100 العسيف والغنم رد عندك. لما هنا يعني بعض الناس أفتى أنه هو بالجهل أنه هو يأخذ مالا على الزنا يعني بامرأته، وبعضه قالوا أفتاني بعض أهل العلم بغير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغنم رد عليك، ها، وعلى يعني وقال لوالد العسيف الأجير وعلى ابنك جلد 100 وتغيب عام واخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالشرع المنزل من السماء ورد المسألة أن كان حصل بينهم صلح إيه على خلاف الشرع، لأن هذا في هذه الحدود شرعت لماذا؟ للزجر. الحدود زواجر وجوابر، زواجر بتسجر عن فعل المعاصي وجوابر انها بتمنع تمنع عقوبة العبد في الاخرة. فلذلك لا يصح اخذ العوض عنها، ومن هنا لا يصح الصلح فيه. فاخر مسألة في باب الصلح وهي مسألة الصلح فيما لا يجوز اخذ العوض عنه نحو الحدود ونحوها. فذكرنا بأن مثل هذا الصلح لا يجوز. والدليل على ذلك ما ثبت عند مسلم ما ثبت في الصحيح أن يعني رجلا كان ابنه عسيفا عند رجل آخر فزنى ابنه بامرأة الرجل عياذا بالله، ويعني عياذا بالله تعالى من ذلك. فقال فافتديت منه بمئة من الغنم. قال فسألت البعض من أهل العلم فقال إن على ابن فأفتوني بأن على ابن الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكم ما في كتاب الله. أما الغنم يقول للرجل أما الغنم فرد عليك لوالد العسيف وعلى ابنك الرجم، واغدو يا أنيس إلى أنيس خدم النبي صلى الله عليه وسلم وعامله، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. الشاهد من الحديث نعم الجلد لأنه لم يكن هي محسنا لم يعني فقال على ابنك يعني الجلد يعني جلد 100 نعم واخذ يا أنيس إلى مات هذا فإن اعترفت فرجمه. الشاهد من الحديث أنه اصطلح مع الرجل عليه على اسقاط حد من حدود الله سبحانه وتعالى، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكم ببطلان هذا وقال اما الغنم فرد عليك وعلى ابنك الرجم او وعلى ابنك الجلد، نعم، واخذ يا أنيس الى ما لانه لم يكن محسنا واخذ يا أنيس الى ما هذا فان اعترفت فرجمه. اذا الصلح لا يجوز فيما لا يجوز اخذ العوض عنه. لكن صح مثلا في مساله القصاص ان يتصالح على الدية بدلا من القصاص، لأن الشريعة أوجبت ذلك. فمن عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، سواء ارتضى عن القصاص بالدية أو ببعض الدية أو بلا شيء، يعني عفوا عن القصاص وعن الدية أيضا لا حرج عليهم في ذلك، لأن هذا مما جاز فيه أخذ العوض، لأن الشريعة أوجبت القصاص وأوجبت الدية إن ارتضى أولياء المقتول هي الأصل القصاص، نعم، لقوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لكن إذا ارتضى أولياء المقتول بترك القصاص والدية يبقى لا حرج عليهم في ذلك. نعم. قضى النبي بيمين صاحب الحق وشاهد في حديث ابن عباس رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بيمين صاحب الحق وشاهد له. طب ده تنفع في موضوع
اللي هو الوديعة برضو اللي هو المستودع ممكن يعني الراجل اللي هو اللي حاطط لو عند المستودع لو عند يعني اللي هو المودع لو عند المودع شاهد يبقى يمينه يقدم بشاهد ويمين الامر ده يجري في كل يعني نعم بس انا قضى بشاهد ويمين في عموم الوقائع هي الوقائع الماليه شاهد مع يمين صاحب الحق لان الشاهد قوى صاحب الحق جزاك الله خير الحمد لله الصلح في القتل مثلا بيتصالحوا في الوقت الحالي على عدم القصاص بقبل الدين ده يسقط حق المدني مع القانون بقى يعني القانون ياخذ مباراه في حق المدني والحياه دي بس يعني ياخذ الديه هو الشريعه لم تجب حق مدني وغير حق مدني الشريعه اما القصاص او الديه